عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله. والفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجد معكم تورتيتاس امريكاناس، يعني دوك بانكيك يعني اصلا الاصل ديالو راه كما كنعرفوا امريكا. المهم غادي نوجد معكم اليوم الوصفة اللي كندير انا وكتصدق، وصراحه كيجيو زوينين ورائعين. المهم غندوز نقول لكم المقادير ومن بعد ندوزو لطريقه التحضير. هلا بونس دياس شيكاس، كي تال استايس؟ اسبيرو كي تودوس استايس بيان. ميرا هوي فاموس اسير اونا روسيتا لا فيردا كي ميريسي بروبار كي سون لاس تورتيتاس امريكاناس. اوس دوي لوس انجريدينتس ديسبوس باساموس ا لا روسيتا. كي تينيموس؟ تينيموس 130 غراموس دا هارينا دو تريغو، 140 mililitros de leche, más o menos un medio de taza, así un medio vaso así, mediano, un huevo, 2 cucharadas de aceite de oliva o girasol o como queréis, 2 cucharadas de azúcar, una media cucharada de levadura en polvo, polvo para hornear, una pizca de sal, una cucharadita de esencia de vainilla, 130 غرام ديال الطحين، وعندي 140 مليلتر ديال الحليب، تقريبا كنص كاس كبير هكذا. عندي بيضة، وعندي نص معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الحلوى، وعندي جوج المعالق كبار ديال سكر سنيده، وعندي قبصه ديال الملح، عندي معلقه صغيره ديال الروح ديال الفاني، عندي جوج المعالق كبار ديال الزيت، ممكن يكون زيت الزيتون زيت نباتي كيف ما بغيتو نتوما، انا عندي هنايا زيت الزيتون. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. اورا باساموس اسير لا روسيتا كي سمو فاسيل. كوخيموس اون بول اي بونيموس، ميرا بونيموس ليتشي، نديرو الحليب، الزيت، نعملو ديك البيضة اللي عندنا، نعملو الفاني فانيليا، ودابا ندوزو باش نعملو دوك الجاف، نعملو السكر سنيدة، السكر pizca de sal y ahora pasamos a hacer la harina y mezclamos. Y ahora la harina, la harina, me queda la levadura en polvo. ودابا غادي نخلطو بهذا. كدا نينغون برومو نخلطو البنات مزيان حتى ما يبقاش في دوك الحبيبات ديال. I want to know if you will be. صافي البنات ها هي كيفاش كتجي، كيجي بهذا القوام هذا، ما كيجيش جاري وما كيجيش خاسر، المهم هذا القوام هذا اللي كما كتشوفوا معايا. المهم دابا غادي ندوزو نطيبو مباشره، ما نحتاجوش نخلوهم يخمرو، ما حتى شي حاجه البنات. دابا غادي ندوز باش نطيب هادو ديالي، غنعملو المقله تسخن لينا، ملي تسخن لنا المقله نبداو نرميو هاد البانكيك ديالنا، هاد التورتيتاس الامريكاناس. ولكن الا بغيتو كميه اكبر ممكن انكم تضوبلو الكميه ديال المقادير اللي عطيتكم. صافي نتسنى البنات على المقله ديالي تسخن، ponemos calentar la sartén. Yo quiero este tamaño pequeño, podéis usar una sartén grande, es depende cada por el gusto. Yo me gusta las tortitas más pequeñitas. Bueno, cuando está caliente ponemos
la tortitas. Y si queréis más cantidad, porque mira, a mí me sale un poco, pero porque esa cantidad es pequeña, pero si queréis más cantidad, podéis doblar los ingredientes que os voy a dar. Los ingredientes nada más. الحين المقلة ديالي راه سخنات دابا غادي سمحوا لي نطيبوهم على درجة حرارة يعني متوسطة. دابا غادي نقص شوية ونخليهم. انا عندي 6 على 12 الفوغو ميديو يا ورا كوسيناموس. بور اكزومبل voy a coger yo esta medida, una cuchara así grande. نخليهم حتى يبداو يخرجوا لنا دوك الثقيبات دوك النفيفيخات عاد نقلبوهم. ما نقلبوهمش من قبل. المهم البنات دابا غادي شفتوا دابا غادي نقلبها. شفتوا كتذهب لينا هكذا غادي نعملهم صافي. نخليها حتى طيب لي. حاول انني درتها صغيره. المهم غادي نحاول نديرها شويه كبر من هكذا غير واحد شويه ماشي كبيره بزاف. المهم هكذا ولكن شويه كبيره عليها. شوف كيفاش كتجي صافي. غادي غير نشوفها واش طابت لي من التحت. مازال شويه صافي البنات. غادي نزول هذه نزلنا هنايا نعاود ندير واحد اخر. نديرها كبيرة شوية هاد المرة. شفتو هادي درتها كبيرة شوية على الأولى. صافي غي نخليهم طيب وهكذا غادي نستمر أنايا حتى نكمل هاد الكمية اللي عندي ونوريكم كيفاش كيجيو في النهائي ديالو. غنعمل وحده اخرى. درت من فوقو هاد الفروتوس الروخوس هاد الفواكه الحمراء شويه ديال الزبيب شويه ديال رقائق اللوز هذا القرقاع. المهم نتوما كتزينوا على حساب الذوق ديالكم. ودرت من فوقو سيروب ديال الشوكولاتي ديال الشوكولات. Mira chicas qué muy buena pinta tienen las tortitas americanas después de decorar con frutos rojos, syrup de chocolate y un poco almendras afiladas y pasas, pero como queréis, podéis por la decoración podéis decorar como queréis vosotros. Espero que os guste la receta de hoy y no dudéis de probarla y cuidaros hasta el próximo vídeo. Adiós. المهم البنات نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. صراحه ما تردوش انكم تجربوها لانها كتجي صراحه زوينه وكيجيو لذيذ بهذه الطريقه هذه.
وتهلاو لي فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.